يا بسم الله ما شاء الله. المهم اليوم غندير لكم واحد الزياره في السوق الاثنين قلعه السراغنة. تابعوا معنا الفيديو وغتشوفوا. المهم انا ضربت واحد الدويره خفيفه ولكن شوايه على شي اثمنه راه خياليه، غير الحوليه دايره ضجه. انا تبارك الله هذه الحوليه هذه ساومت بحالها تيقولوا 70 كذا و70 6500 درهم بحال هذه الحوليه هذه. في النظر ديالكم نتومايا ملي كتشوف حوليه بحال ما هكا ب 70 ولا بكدا و70، اما احسن هي ولا حولي؟ حيت الحولي راه بزاف، راه غير خريف تيقول لك 70000، ولكن هادو حوليات تبارك الله فين يبانو ذوك الحوال. اللهم بارك. عذرا سولت السيد مولاهم، هادو واصلين حتى 80 تبارك الله. ايه عليك الحوليه فين ايامك بن قريرو على هاد السراغنا. شحال تبارك الله هاد الحوليات اخويا؟ 54 و 52، هذيك اللي مليها 52 هذه 54 تبارك الله. شحال تبارك الله الخير هذا؟ شحال هذا الخير هذا؟ 120 بجاز. ما نصورك شكون هاني اكون هاني. تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله اللهم بارك. شحال صديق هذا الخير هذا تبارك الله؟ 54 54. تبارك الله. ها انتوما هاد الحوليات 54 اللهم بارك. هذه هي اللي قلت لي 60 هذيك 60 هذه 56 كلهم سنان الحليب شاريه السردي. كاين الثمن والله الا كاين الثمن الشوايه امي ولات الحوليه واصله للثمن راه العفو. تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. شحال هذا الخروف تبارك الله؟ 130 130 تبارك الله 130. شحال هاد الخروفة العمو؟ عندك 88 88 تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. شحال اللحية هاد الخير هذا تبارك الله؟ سنة الحليب ياك؟ 5000 درهم 160 تبارك الله. واخ 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 وبحال هذا التصري ديال سول مولاه. لا انت دروك راك جالس في السوق راك عارف بحال كيقولوا 3000 درهم بحال هذا يقدر. تبارك الله 87 اللهم بارك. وهذوك 160 تمام كاين باقي الشواية. شحال هاد الخرفان اخويا العزيز؟ لا هما هذوك 70 70 لواحد تبارك الله. هذوك الطرفانيين اللي مليه هذا القياس 70 70 يا 70 تبارك الله. واحد الفحالي
بحال مليح هذا تبارك الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. انتم تبارك الله واحد الحوليه عطينو 64 و 8 70 تبارك الله. اللي طالبو هو 70 عطاو 64.